أينما توجه ناظريك في ديالة تجد خيرها يصاحب أرضها من إمكانات بشرية وثروة وطنية تحتاج اليد الأمينة لإدارة مواردها والنهوض بواقعها المزري. ثلاث دوائر انتخابية في المحافظة في الدائرة الأولى والتي تشمل مناطق بعقوبة. المرشح ياسر عبد الحليم عبد الكريم المدني بالتسلسل 63، وفي الدائرة الثانية المرشح فرات محمد عبد حسن التميمي بالتسلسل 31، وفي الدائرة الثالثة المرشح قاسم عود جواد وحيد المعموري بالتسلسل 27. يتلخص البرنامج الانتخابي للمرشحين على الاهتمام بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم الفلاحين واستصلاح الأراضي والسعي لإنشاء سد في منطقة قزانية وبدرة لدعم الزراعة وتخفيف حدة الجفاف. أيضاً تطوير القطاع الصناعي وخاصة قطاع النفط والغاز وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وفتح فروع للمصارف الزراعية والصناعية في بعض أقضية المحافظة لدعم المشاريع الاستثمارية. أما في القطاع الخدمي فيتلخص البرنامج الانتخابي للمرشحين بعرض مشاريع النقل والطرق للاستثمار لشركات مختصة ومتابعة المشاريع المتلكئة في المحافظة.